اخر موضوع عندنا في الجزء ده في الماتش اللي هو بيزل كانجل. بيزل كانجل احنا طبعا خدنا اخطار كتيره ومهمه في الموتور سيستم. فنبدا يا جماعه اخدنا اخطار مهمه في الموتور سيستم. نكمل جزء مهم من قصه الموتور سيستم في البيزل كانجل. طبعا بتاخدوا افكار عن البيزا الجانجليا في الاناتومي، بس يمكن كلها بتركز على اسماء البيزا الجانجليا اماكنها. ده طبعا كلام مهم بالنسبه لنا. طبعا احنا هنا هنركز على علاقه البيزا الجانجليا بالموتور سيستم. البيزا الجانجليا من اهم المواضيع اللي لها امتداد بعد كده في الكلينيك. هتاخدوا طبعا السنه الخامسه ان شاء الله تاخدوا نيورولوجي امراض عصبيه وترجعوا تسمعوا على الكلام ده بالتالي، بس هيركز اكتر على الامراض. طبعا زي ما انتم عارفين احنا طبيعتنا بنركز على كل حاجه، يعني حتى الحاجات بتاعت الكلينيكال موجوده عندنا وجزء من دراستنا، بحيث احنا دايما بنحاول نقول القصه بشكل متكامل. احنا قلنا لما الواحد فينا يحب ان هو يعمل بلاندر اكتيفيتي معينه، عايز اعمل اي بلاندر اكتيفيتي. البلاندر اكتيفيتي دي بتبدا في المخ عباره عن ايديا، فكره. يعني تخيل كده انا عايز اتحرك في الاتجاه ده، عايز امسك الريموت، عايز اعمل اي حركه. الحركة بتبتدي في الأول كفكرة ايديا. دي أول نقطة في بداية الحركة. طيب الايديا دي أو الفكرة دي بتبتدي فين في البريك؟ مناطق التفكير تحديدا معظمها بتركز في بريك فرونتال اريا. يبقى إذا قصة الحركة بتبتدي الأول في منطقة اسمها بريك فرونتال اريا. معاها كمان مناطق اسمها اسيتيشن اريا. دي اللي هي ايديا اوف مومنت، فكرة الحركة. طيب بعد كده ايه تتابع بقى الاحداث اللي بيحصل عشان نفذ حركه معينه؟ دي الايديا، انا عايز اتحرك في اتجاه معين، تبدا النهارده بعد كده تصل الى البيزا الجنجلي. البيزا الجنجلي هي عباره عن بروجرامر معد برامج هو اللي بيجهز البرنامج اللازم لاداء الحركه دي. بعد ما البيزا الجنجلي تجهز البرنامج تبعت له اجين لمين؟ السيريبرال كورتكس. السيريبرال كورتكس في مناطق معينه. دايما الكونكشن بتاعت البيزا الجنجليا هي ريليتد الكورتكس، يعني تاخد نبضات من الكورتكس وتدي تاني الكورتكس. بعد ما البيزا الجنجليا تجهز لنا الموتور بروجرام اللي احنا ننفذه وترجعه تاني للكورتكس. فين في الكورتكس؟ الى الموتور اريا، برايمري موتور اريا 4 اللي هي مسؤوله عن اصدار الاوامر للعضله. بعد كده من الموتور اريا 4 تنزل النبض عن طريق الموتور باثويز مينلي كورتيكو بالكو سباينال تراك. وبعد كده تصل الى المسلز علشان تؤدي الحركه اللي احنا قررنا ان احنا نعملها. تمام؟ دي ده فكره مبسطه كده عن تتابع الاحداث اللي بتحصل اثناء اداء حركه معينه. تبدا الاول حركه كفكره ايديا. تمام؟ وبعد كده الايديا دي طبعا في السيريال كوربس اماكن معينه بريك فرونتال اريا اند اسوشيشن ارياز. وبعد كده تبدا تعدي على الجزء الجنجليا تعمل لنا بروجرام تبعته تاني الكورتكس. فين في الكورتكس؟ في تبعته لمين؟ لبرايمر موتور اريا 4. بعد كده النبضه تتنقل او تنزل من البرايمر موتور اريا داون روت عن طريق الكورتيكو بالبو سباينال تراك تصل الى المصل وبعد كده تؤدي المصل. عندنا افكار كتيره جدا هنتكلم عنها. هنتكلم عن دور البيزا الجنجليا ان دي تي في الموفمنت وبعد كده دور السيريبلم للتورم. تركيزنا النهارده على دور البيزا الجنجليا في الموفمنت، هي جزء مهم جدا في الموفمنت. البيزا الجنجليا لها وظائف كثيره لها علاقه بالموتور سيستم اند ذي ارت والتالي موتور. كل وظائف البيزا الجنجليا هي عباره عن موتور فانكشن. مختلفه شويه عن السلمس. السلمس كان عندنا ايه؟ سنسور اند موتور. وفي عندنا برضه كان وظائف ثلاثه واربعه انتجريشن واسوسيشن ورابر وغيره. اما البيزا الجنجليا فانكشنز بيزا الجنجليا ار توتالي موتور فانكشنز. نبدا بقى نتكلم عن تفاصيل البيزا الجنجليا عشان نعرف ايه في البيزا الجنجليا. اول حاجه نعرف اسماء البيزا الجنجليا هي بتشمل ايه؟ كذا وكذا. بعد كده نتكلم عن الكونكشنز بتاعت البيزا الجنجليا، توصيلات البيزا الجنجليا. سواء جاي لها امباسس منين؟ التوصيلات الداخليه عباره عن ايه؟ الاوت بوت اللي طالع منها رايح فين؟ بعد كده نتكلم بقى عن الكونفشنز 1 2 3 4 ونتكلم عن ديس اوردرز اوف بيزا كانجليا. بيزا كانجليا بتشمل زي ما احنا عارفين 5 ماسز اوف جري ماتر.
معظمهم بيبقى سبورت كاتش. في عندنا رقم واحد كوديت، رقم اثنين يوتامن، رقم ثلاثه جلوباس باليس، رقم اربعه سب ثالامس، وبعد كده رقم خمسه سبستانشيا نيجرا. مع ملاحظة ان الاربعه اللي في الاول كوديت يوتامن جلوباس باليس سب ثالاميك نيوكلس دول كلهم سبورت كاتش. اما سبستانشيا نيجرا ممكن تبقى بس يا دكتور، اما سبستانشيا نيجرا تبقى موجوده فين؟ في الميد برين. يعني مصطلح بيزل جانجليا، يعني ده لما نيجي نبص عليه كاناتومي هنلاقي فيه عنصر من عناصر البيزل جانجليا از بريدنت اوتسايد ذا سيريبرم اللي هو عباره عن سبستانشيا نيجرا. بمعنى ان البيزل جانجليا هي عباره عن مجموعه من المناطق المترابطه وظيفيا. فسبستانشيا نيجرا برغم ان هي خارج السيريبرم الا انها بتكمل وهي جزء مهم جدا واساسي من عمل البيزل جانجليا. في العادة ممكن تسمع عن بعض الاماكن الثانيه مضافه ولكنها ممكن تبقى جزء من البيزل جانجليا كاناتومي زي مثلا منطقه اسمها كوليسترام ولكنها وظيفيا ليس لها قيمه. كوديت اند يوتامين مع بعض بيمثلوا وحده وظيفيه، يعني دايما ادوارهم متكامله ونقول عليهم سترايتم، نقول عليهم سترايتم او ديوسترايتم، نقول عليهم سترايتم او ديوسترايتم. بيوتامين وجلوباس باليس زي ما احنا عارفين كاناتومي بيبقوا قريبين من بعض والاثنين مع بعض لهم شكل مميز اللي هو مين؟ لنتيفورم نيوكليس اللي هو بيوتامين وجلوباس باليس. طبعا ما ينفعش نتلخبط في اسماء البيزل جانجليا، كوديت بيوتامين وبعد كده جلوباس باليس سب ثالامس اند سبستانشيا نيجرا. كوديت وبيوتامين فاحيان كتيرة نقول عليهم استريتم لانهم متكاملين وظيفيا. ونبعت عن المعلومه دي وان كان ملهاش اهميه تطبيقيه اللي هي بيوتامين ومعاه جلوباس باليس اللي هم لنتيفورم نيوكليس. طبعا انتوا في الاناتومي بتاخدوا الحاجات دي بالتفصيل وفي سيكشنز كتيره بتبان اجزاء البيزا الجنجليا حسب السيكشن ده يا ترى بناخد كولونر سيكشن ولا سيجنتال سيكشن، ويا ترى السيكشن ده في الفرنتال لوب ولا في المرايتال ولا في الاوسيتال، وعشان كده بتبان البيزا الجنجليا باشكال مختلفه حسب السيكشن. فلو بصينا في الصوره دي عندنا هنا بيوتامين وعندنا جلوباس باليس يبقى دي لنتيفورم نيوكليس. عندنا هنا دي كوديت ما بينهما يبقى انترنال كبسول في المنطقه دي المفروض يبقى موجود السيرفس. هنا ده البرين ستام كبرناه شويه يبقى دي مين؟ سبستانشيا نيجرا. بصور ثانيه يبان هنا برضه لنتيفورم بيوتامين وجلوباس باليس، ويبان عندنا هنا ده جزء هيد اوف كوديت نيوكليس، وبعد كده ما بينهما الانترنال كبسول. في صور تانية برضو لو افترضنا عندنا دي الانترنال كابسول، اذا دي سالامس وبعد كده دي كوديت سب سالامس لنتيفورم نيوكليس، وهنا طبعا ده الميدل لاين، هنا ده الميد برين ودي السبستانشال. طبعا انتم ما عندكمش مشكله في تخيل اماكن الحاجات دي، فدي موضوع اساسي عندكم في الاناتومي وفكر بتاخدوها في الفتره الحاليه. فاماكن البيزا الجنجليا بشكل عام دي مش نقطه هنقف عندها كتير، انتم متخيلين الكلام ده كويس. تمام. نتكلم بقى عن عنوان مهم كونكشنز اوف بيزل كانجل، توصيلات البيزل كانجل. انا قلت جمله مهمه جدا وهي ايه؟ ان معظم وظائف البيزل كانجل يعني نقدر نقول تقريبا كلها موتور فانكشنز وكلها ان اسوسيشن ويز ذا سيريبرال كورتكس، ان اسوسيشن ويز سيريبرال كورتكس. فنلاحظ ان معظم الكونكشنز سواء كان الافرنت اللي هو الانبوت او الاوتبوت ريليتد السيريبرال كورتكس. في الكونكشن عندنا ثلاث عناوين لازم نعرفهم كويس. اول حاجه ذا افرنت امبس، الفيزا الجنجليه بتجي لها نبضات منين؟ لان دي اللي هتشغل الفيزا الجنجليه. رقم اثنين الانتر كونكشنز اللي هي التوصيلات الداخليه جوه اجزاء الفيزا الجنجليه. رقم ثلاثه الاوت بوت او الايثر اللي طالع من الفيزا الجنجليه رايح فين؟ معظم الكونكشنز بتاعه الفيزا الجنجليه مع السيريبرال كورتكس. تقريبا الفيزا الجنجليا كونكتد مع معظم مناطق الكورتكس، بس كل منطقه لها سيجنفكنس معين او داخله في سته معينه او بعض المناطق من ضمن الافرنت وبعضها من ضمن الافرنت، ولكن الكونكشنز كثيره جدا مع السيريبرال كورتكس. فيزا الجنجليا هي عباره عن مساعد للسيريبرال كورتكس. فيزا الجنجليا هي عباره عن ذا موتور بروجرامر اوف ذا سيريبرال كورتكس، هو ده معد البرامج بتاع السيريبرال كورتكس، ده اللي بيجهز البرنامج الحركي. يعني الكورتكس مناطق التفكير في المخ تقول البيزا الجنجليا احنا عايزين ننفذ كذا، هو يجهز البرنامج ويرجعه، بس هو النبضه الجيلي والمناطق التفكير هو يرجعه لمناطق الحركه. النبضه جايه من مناطق التفكير وبعد كده
النقشه بعد ما تجهز الموتور بروجرام يبقى بروجكتد لمناطق الحركه، يعني كونكتد مع الكورتكس ولكن مناطق متنوعه جدا. نبص بقى في الرسمه ديت، نحاول نجمع الكونكشنز كلها. رسمه مهمه جدا تفكر عليها، ليست رسمه تشريحيه. هوريكم الرسمه التشريحيه دلوقتي مش هتفهم منها حاجه. خلينا في رسمه دياجراماتيك. تسرا كورتكس، تاني سترايتا يعني كوديت وجلوتامين مع بعض، وبعد كده جلوكوس فاليكس، سب سالمس، سب ستانشيا نيجر. هنا السالمس، السالمس طبعا دي مش جزء من الفيزا الجنجليا ولكنها يعني مرتبطه وظيفيا بالفيزا الجنجليا. كنا قلنا مع السالمس جمله مهمه فاكرينها، فايبرز اللي جايه من الفيزا الجنجليا والسيربيلم رايحه للسيربرال كورتكس، لازم تعدي على السالمس. فين في السالمس؟ اي نيكلاي في السالمس؟ ها؟ فنترال لاترال اند فنترال انتيريور. تمام؟ فنترال لاترال اند فنترال انتيريور سلامه النيكلاي دي محطه مهمه لمعظم النبضات اللي خارجه من الفيزا الجنجليا في طريقها للكورتكس. اخر تقريبا بنسبة تقترب من 100% ان الافرد امبلسز اللي جايه الفيزا الجنجليا كلها من السيريال كورتكس. كلها من السيريال كورتكس. تمام؟ عن طريق مسار شاهين نقول عليه كورتيكو سترايتال باثوي. كورتيكو سترايتال لانه بيبدا منين؟ من الكورتكس وينتهي على ايه؟ كوربس سترايتال، بنقول عليه كورتيكو سترايتال باثوي. تاني مين قال؟ الانتنشن موفمنت، يعني انا عايز اعمل ايه؟ يعني انا عايز اتحرك حركه معينه، فهتتنقل للفيزا الجنجليا عن طريق الباس واي ده. يعني انا بقول الفيزا الجنجليا اي نيد ابروجرام لكذا كذا، فهيوصل لها ازاي؟ عن طريق الباس واي الشهير ده اللي هو كورتيكو سترايتال باس واي. تمام؟ كورتيكو سترايتال باس واي. هنرجع له تاني دلوقتي عشان الكيميكال ترانسميتر. بعد كده خلاص يعني احنا عندنا الافرنت مفيش فيه كلام كتير، هو تقريبا مصدر واحد اللي هو مين؟ كورتكس. عن طريق كورتيكو سيد البصري. الانتر كونكشنز بقى نبدا من كوربس من السترايتم، ما نقولش كوربس السترايتم تبقى غير دقيقه، نقول السترايتم على طول او نيو سترايتم. شباب خلايا عصبيه تبدا من السترايتم وتوزع الى جلوبس باليدس وسبستانشيا نيجرا. الكونكشن ده يا جماعه نزوده عندنا في الكتاب اللي هو ما بين السترايتم والسبستانشيا نيجرا. هنزوده عندنا في الكتاب ده كونكشن مهم. طيب يبقى اذا تبدا بقى النقطه تتوزع من السترايتم الى جلوبس باليدس وسبستانشيا نيجرا. ركز معايا. من الجلوبس باليدس الى السب سالامس توصيل رايح جاي، رايح جاي نقول عليه ايه يا جماعه؟ ريسيبروكال. يعني من الجلوبس باليدس للسب سالامس وبعد كده السب سالامس الجلوبس باليدس نقول عليها ريسيبروكال كونكشن. بعد كده كونكشن مهم للغايه ما بين السب ستانشيا نيجرا والكوربس استرايتا. الكونكشن ده يا جماعه او الباس واي البسيط ده من اهم الباس وايز اللي لها تطبيقات في الميديسن. لان الباس واي ده مجرد ان يحصل فيه دامج، تخيل بيحصل ايه؟ النيجروس، نقول عليه بقى نيجروس ترايتا الباس واي، لان احنا طالعين من ايه؟ سبستانشيا ايه؟ نيجرا، يبقى نقول عليه نيجروس ترايتا. الباس واي ده لو حصل فيه دامج بيحصل المرض الشهير اللي هو الشلل الرعاش باركنسونيزم. فهنتكلم عنه كمان شويه، نيجروس ترايتا الباس واي. ده بيعمل لك توازن جوه الفيزا الجنجلية ويخلي فيه عندنا توازن في الحركة ويمنع يبقى فيه عدد عن مرمالك وبالتالي يمنع الشلل الرعاش. طيب هنا كده كده اتكلمنا عن الافرنت واتكلمنا عن الانتر كونكشنز بتاعت الفيزا الجنجليا. خلي بالك عندك فور سيبروكال باسويز ده منصوص عليه في الكتاب عندك، واحنا هنزود هنا يا جماعه ايه؟ ان في عندنا ما بين السبستانشيا نيجرا والكوربس استرايتم برضه ريسيبروكال باسويز، بمعنى الاستريتم يبعت اوامر للسبستانشيا نيجرا والسبستانشيا نيجرا ترجع ترد عليه من تاني. تمام؟ نتكلم بقى عن الاوتبوت او الافرنت. النبضات طالعه من الفيزا الجنجليا رايحه لفين؟ معظم النبضات اللي طالعه من الفيزا الجنجليا رايحه لمين؟ باك اجين تو ذا سيريبرال كوربس. باك اجين تو ذا سيريبرال كوربس. ومعظمها بتطلع من الجلوبس باليدس، بس بعضها ممكن تطلع من السبستانشيا نيجرا. لكن القاعده العامه ان معظم الفايبرز بتطلع من جلوبس باليدس الى السالامس. جزء بقى من الفايبرز من الجلوبس باليدس الى ايه؟ رينستامس اللي بيطلع منه الاكسترا بيراميدال اكس. لو انت فاكر كويس واحنا بنتكلم عن الاكسترا بيراميدال سيستم في المقدمه اللي في اوله، قلنا ان الاكسترا بيراميدال سيستم بيبدا باريس كام؟ 4 و6 6 مين، وبعد كده الفايبرز تنزل تعدي على الفيزا الجنجليا، وبعد كده تطلع من الفيزا الجنجليا الى البرينستام، ومنها تبدا الاكسترا بيراميدال تراكس، التيكلو سباينال، التيكلو سباينال، التيكلو سباينال، اند سو اون.
يعني بس كده الدايره دي كده 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 خلاص. دي الدايره بتاعت مين؟ اكسترا بيراميدال سيستم اللي كان بيبتدي بري موتور اريا ساكس، وبعد كده البيزل جانجليا جزء منه وفي اجزاء ثانيه. يبقى التوصيل ده يا جماعه من كورتكس الاشتريتم ولوبس باليس ثم برين ستيم ثم اكسترا بيراميدال تراكس، ده اسمه اكسترا بيراميدال سيستم. لما بتبتدي من الاول كده مرورا بالاسترايتم ثم جلوبس باليس ثم برين ستيم ثم تراكس اقول عليه اكسترا بيراميدال سيستم. الجزء الاخير منه اقول عليه اكسترا بيراميدال تراكس. فالسيستم ده بيشمل في اوله موتور اريا مين اريا ساكس، وبعد كده يشمل اجزاء من الفيزا الانجليه استريتم وجلوبس باليس، ثم يشمل بعد كده برين ستيم، وبعد كده بيستلم موتور تراكس كوربس. لكن معظم الاوت بوت بيروح فين؟ باك اجين تو ذا سيريبرال كورتكس. فالبيزا الجانجليا هي عباره عن معد البرامج، هي عباره عن البروجرامر اوف ذا سيريبرال كورتكس. دور ان هو يجهز برنامج ويرجعه تاني للسيريبرال كورتكس، او يجهز حركه معينه، سواء كانت الحركه دي بننفذها لاول مره بنحتاجها بلان، او سواء كانت الحركه دي حركه مقرره. واضحه الكونكشنز؟ ترجع بسرعه مع بعض. فاحنا قلنا المين انبوت هو باسوي شيء اسمه كورتيكو ستريت الباسوي فروم ذا سيريبرال كورتكس، وبعد كده انتر كونكشنز من الاستريت من الجلوبال باليدس والى الساتسفاكشن نيجر، وبعد كده في كونكشن ريسيبروكال ما بين الجلوبال باليدس والسب سالمس، وبعد كده نكمل الساتسفاكشن نيجر بالتراك الشهير اللي هو ليك الاستريت الباسوي بتاع الباركنسونيزم. ما تنساهوش، يعني انت في سنه سته خلاص كنت بتاخد الباركنسونيزم تقول اه احنا في تراك اسمه نيجرو ستريتا الباسوي بيطلع من السبستانشا نيجرا وينتهي على الاستريتا، والتراك ده لو حصل في دامج هو ده اللي بيعمل الباركنسونيزم. الاول بوت من البيزا الجنجليا بيطلع مني من جلوبال باليدس بارك السبستانشا نيجرا، معظمه بيروح للسلامس ولكن جزء منه بيروح للبرين ستيم اللي هو الجزء بتاع الاسترا بيراميدال سيستم. من السلامس اي نيوكلاي في السلامس؟ ها اي نيوكلاي في السلامس؟ ventral lateral and ventral anterior thalamic nuclei. ventral lateral and ventral anterior thalamic nuclei. تمام؟ طيب هنبص بعد كده في البيزا الجنجليا على عندك عنوان في الكتاب chemical transmitters of البيزا الجنجليا. على نفس الرسمه لازم اكتب الكيميكال ترانسميتر. يعني عندك صفحه كامله. ولكن يعني ممكن تلخصها على الرسمه. بص بقى ركز معايا، الباسوي ده هنحطه كله مره واحده بسهوله. الباسوي ده اللي هو كورتيكو ستريت الباسوي ده بيفرز تو اكزيتات للترانسميترز اسيتايل كولين اند جلوتامين. جلوتامين از ذا موست كومن اكزيتات للترانسميتر ان برين. جلوتامين وليس اسيتايل كولين. اسيتايل كولين ده بتاع البرنامج نفس السيستم ولكن موجود برضه في سيل ناس، لكن ذا موست كومن اكزيتات للترانسميتر ان برين از جلوتامين. الباسوي ده بيفرز اثنين اسيتايل كولين اند جلوتامين اند ذي ار اكزيتات للترانسميترز. بعد كده الكيميكال ترانسميتر المشهور جدا جوه البيزا الجنجليا هو جابا. جابا جابا مايرو بيوتيريك. جابا مايرو بيوتيريك ذا موست كومن انهبيتري ترانسميتر ان برين. ذا موست كومن انهبيتري ترانسميتر ان برين از جابا مايرو بيوتيريك اسيد. ده بيفرز منين؟ بسهوله قوي. كل الفايبرز اللي طالعه من الكوربس الترايدر بتفرز جابا، يعني هنا تقول ايه؟ جابا. طب وهنا؟ جابا. كل اللي طالع من الجلوبس باليدس بيفرز جابا برضه جلوبس باليدس. يعني هنا على السالامس جابا، طب هنا على السالامس جابا، طب هنا على البرين ستيم جابا. جامع بين بيوتيريك سهل يا اخوان، سهل خالص. يعني زي ما قلنا كل اللي طالع من السريتم جابا، كل اللي طالع من الجلوبس باليدس على الاقل الحاجات اللي قدامنا، لان الكونكشنز بتاعت الفيزا الجنجليا كثيفه جدا، جزء منها معروف وجزء منها مش معروف. يعني في حاجات كتير قوي بتقولها بتعتبروها او انتم بتتخيلوها حقائق برغم ان هي عباره عن نظريات. فدي الكونكشنز المهمه المعروفه بالفيزا الجنجليا، بس في غيرها كتير وفي كيميكال ترانسميتر دول. لكن التسهيل اللي قدامنا كل طالع من السريطه بيفرز جابا، كل طالع من الجلوبس باليدس بيفرز جابا. طب السب سالمس بقى لما ترد على الجلوبس باليدس تفرز جلوتامين. يعني ده جلوتامين تقوله هنا وهنا. تمام؟ سب سالمس لما ترد على الجلوبس باليدس تفرز جلوتامين. هنا بقى كيميكال ترانسميتر شهير جدا اللي هو بيفرز منين؟ من النيكروستريتر الباسوي اللي هو مين؟ دوبامين. دوبامين از ان اسينشال ترانسميتر في الزبيبه الجنجليا اند ات از انهبيتوري ترانسميتر. بيفرز منين دوبامين؟ بيفرز منين دوبامين؟ ها؟ من خلايا ايه؟ نيكرو سترايتال باسوي. نيكرو سترايتال باسوي تفرز الدوبامين. حد شاطر كده يقدر يقول الدوبامين هيبقى دوره ايه جوه الاسترايتال؟
صح؟ دوبامين هز الهيبيتوري ترانسميتر. It works to balance the excitatory transmitter. جلوتامين هز أسيتايلكولين. يعمل توازن مع الجلوتامين ومع الأسيتايلكولين. يعمل توازن مع الاثنين دول، جلوتامين هز أسيتايلكولين. يعمل توازن معاهم. يعمل بالانس. بحيث ان يبقى عندي excitatory balance the inhibitory. علشان كده في الباركنسونيزم اول ما يحصل دامج للنيكروس لاتر باسوي ويقل الدوبامين هيبقى في عندنا اوفر بالانس للاكتيتاتي ترانسميتر على الانهبيتوري هيقل الدوبامين ولكن اصلا كلهم جلوتامات موجودين ده يعمل ايه يا جماعه؟ موتور ديستربنس يعمل موتور ديسوردر او موتور ديستربنس فدايما مشكله الباركنسونيزم مش قادر يرعاه هو ان الدوبامين بيقل ولكن الاصيل كلهم جلوتامات موجودين ده بيعمل امبالانس جوه البيزل جنجليا وده بيعمل لنا سيفير موتور ديسوردر جوه البيزل جنجليا هنتكلم عنها دلوقتي بالتفصيل. برضه طب استنشا نجرا كتبت هنا جاب. هنا الكيميكال ترانسميتر اللي بيخرج من الفايبر بتاعت الثلاموس وان كنا خارج البيزل جنجليا بيبقى جلوتامين. يعني كده انا قلت جلوتامين كم مره؟ ثلاثه. قلته هنا مع الكورتيكو سرايتا وقلته من الساب ثلاموس الى جلوبس باليدس وقلته بعد كده من الثلاموس لمين؟ للسريبرال كورتكس. الجابا اتقال كتير جدا. كل الفايبرز اللي طالعه من السرايتا من جلوبس باليدس بتفرز جابا. برضه سبستانشا نيجرا من ناحيه الثلاموس بتفرز جابا. تمام؟ بشكل عام في البيزر جانجليا في بريدومينانس للانهبيتري ترانسميترز على الانزيتات ترانسميترز. دايما نلاقي في اغلبيه للبيتا ترانسميترز على الاكزيتاتري ترانسميترز. دي قاعده موجوده عندنا وبتبقى سهله. بريدومينس للاكزيتاتري ترانسميترز على ايه دكاتره؟ على سوري بريدومينس للبيتا على الاكزيتاتري. كده اتكلمنا عن الترانسميترز. لو تقريتها بالعلم تبقى رسمه صعبه. صح؟ الرسمه دي على فكره هي يا نهار اسود تمام؟ بس افتكر كده تبقى اسهل شويه نبداها زي ما ابتديتها بالظبط. وهتوصلنا لكل النتائج بتاع الرسم طبعا الحاجات اللي احنا ناقشناها اللي هي الكونكس. في عندنا جوه الفيزا الجنجليا حاجه اسمها سيرفس. كيميكال ترانسميترز قلناها. جلوتامين. جلوتامين كان بيفرز منين؟ فاكرين؟ صح؟ كورتيكو سترايتال وايه تاني؟ من الساب تلمس الى جلوبس بلدس وايه تالت؟ من تلمس الكورتكس لو كنا خارج الفيزا الجنجليا. طيب اسيتايلكولين من الكورتيكو سترايتال باسوي جوه الكورتيكو سترايتال مين؟ طب الدوبامين؟ نيكرو سترايتال باسوي وكان دوره ان هو يعمل بالانس مع الاسيتايلكولين والجلوتامين. طيب جابا ده كان كتير جدا خلاص؟ كل الفايبر دي طالعه منين؟ سترايتال وكل طالع منين؟ جلوبس باليدس وكمان كانت الفريزو سبستانشيا نيجرا خلاص؟ على الثلاموس تمام؟ فده ذيس از أبيمر ترانسميتر ان بيزل جنجليا. What are the functional of بيزل جنجليا؟ بيزل جنجليا لها وظائف متعددة من ضمنها انها تعمل بلاننج يعني بروجرامينج ومن ضمنها انها تساعدنا في اداء الحركات المهارية بسرعة. بس قبل ما اتكلم عن تفاصيل الفانكشن في عندي كونكشنز شهيرة توصيلات شهيرة جوه البيزل جنجليا. عندنا جوه البيزل جنجليا تو سيرفس. التو سيركس دول هم عباره عن جزء من الكونكشنز اللي احنا قلناها بس يعني سبيسيفيك باث ويز مسارات محدده لها وظائف معينه. عندنا جوه الفيزر جنجليا تو سيركس كودين سيركس اند بيوتامين سيركس. كودين فور بلاننج اوف موفمنت وبيوتامين فور بيرفورمانس اوف سكيل موفمنت. يعني لو حركه انت لسه عايز تعملها لاول مره ولسه هتتدرب عليها وعايز تعمل لها خطه والكلام ده يبقى هنحتاج سيرفر اسمها ايه؟ كودينج. طب لو حركه انت متدرب عليها قبل كده كتير جدا وانت عاوز تعملها بمهاره يبقى محتاجين لها مين؟ بيوتامين سيرفر. نشوف الاول كودينج وبعد كده بيوتامين مش هتلاقي فيه افكار جديده مجرد ان احنا بننسق ونحدد مسارات معينه جوه الكلام اللي احنا قلناه. فالكودينج سيرفر بتبتدي منين؟ كودين سيركت ديت هي اللي هو عباره عن تتابع الاحداث اللي بيحصل علشان اعمل بلان لحاجه معينه. يعني انا عايز اشيل الموبايل، عايز اعمل حاجه معينه، انفذ حركه معينه، اي حركه معينه طالما هي حركه مش سكيل مش بنفذها على طول بشكل روتيني فتعتبر بالنسبه لي حركه جديده اند ات نيدز ا بلان. تفتكروا هنبتدي منين السيركت دي؟ ها؟ بريك نوتال اريا اند اسوشيشن ارياز
in which you decide what you need to do. تقرر انت عايز تعمل ايه في النقطه 80 بريفرونتال ايريا. مناطق يا جماعه التفكير ومناطق الفهم والاستيعاب يقول عليها بريفرونتال ايريا اند اسوسيشن ارياز. احنا لو حابين نقول احنا هنطلع منين بالظبط ده بنطلع من اماكن كتيره جدا في البريف، بس احنا حددنا بس المنطقه الرئيسيه اللي في البريفرونتال ايريا. ولكن بتطلع مناطق كتيره ده اسوسيشن ارياز كتيره برضه في البريف، ولكن عشان ما انتوش يبقى بريفرونتال ايريا. دي اول منطقه لا علاقه بالبلان. ثم بعد كده هي السته اسمها كوديت. يبقى لما اروح البيتا كده اروح على مين؟ كوديت. ثم بعد كده مرور اجبار على جلوبس بالانس. ثم بعد كده سالمس. وبعد كده نرجع بقى لمين؟ سبلمنتال اند بريموتور اريا. تلاحظ كده الدايره دي انا قلت فيها اربع اماكن معنيه بالبلان. اربع اماكن معنيه بالبلان. لو افتكرنا كده ورجعنا من الذاكره واحنا بنتكلم عن بريموتور اريا 6 كنت بقول لك ان البلان له خمس اماكن في البريم. في الرسمه دي اربعه منهم، حد يقولهم؟ When we are in need for putting a plan. Prefrontal area رقم واحد دي بتاعت أول منطقة معنية بالبلان. تاني منطقة بيزل جنجالي. تالت منطقة ريموتور. رابع منطقة سبلمنتال. خامس منطقة بنحتاجها برضه ولكن في خطوة تالية اللي هو جزء من سيرفيلا. جزء من السيرفيلا اسمه سيريبرو سيرفيلا أو لي سيرفيلا. معنى كده الدايرة دي فيها أربع أماكن من خمس مناطق الشهيرة المسؤولة عن البلان. When you are need to do a movement, you need a plan. تبدأ الفكرة فين؟ في البريفرونتال أريا. تبدأ الفكرة في البريفرونتال أريا. وبعد نروح البيزا الجنجلية عشان نجهز البرنامج اللي بيجهزه مين جوه البيزا الجنجلية؟ الكودين. هي دي اللي بتعمل decide what you are what you have to do. إيه العضلات اللي بتستخدمها؟ كم عضلة؟ ومين الاول وامتى تتحرك وفين هتتحرك؟ كل ده اللي بينظمه البيزا الجنجلية. وبعد كده نقدر توصل لجلوبس بالانس ثم سالمس ثم نروح بقى نكمل بقى البرنامج بتاعنا سبلمنتال اند بري موتور اريا. طيب كده انت جهزت البلان. في خطوه ثانيه بقى عايزين تنفذ. يبقى النهارده هننتقل بقى من سبلمنتال للبري موتور الى ايه؟ اريا 4. لان اريا 4 هي المتصله بشكل مباشر مع العضله. دي يا جماعه اسمها ايه؟ كوردين سيرفر. يبقى كوديت سيرفس ابقى عارف دي بتاعت البلاننج. في بلاننج يبقى اذا نبدا بمين؟ بالفرنتال اسوسيشن واسمها كوديت يبقى عارف بتاعت كوديت. جلوبس باليدس وسلامس ده مرور اجباري. مرور اجباري لازم اعرف بتاعت جلوبس باليدس. ليه؟ جلوبس باليدس معظم الاوت بوت بتاع الجزء الجنجلي من جلوبس باليدس فكده كده لازم نطلع منه. وبعد كده كل الفايبر اللي طالعه او اغلبها على الاقل لازم يعدي على السلامس. وبعد نرجع بقى في الكورتكس لبقيه المناطق المعنيه دي يا جماعه دي البلاننج. خلاص اللي هي بري موتور وسبلمنتال موتور. بيجيب من سنتر دي معنيه باداء سكيل موفمنت الحركات المهاريه. تمام؟ في مهارات كده لما انت بتيجي تعملها في الاول تلاقي نفسك تخيل كده وانت ماسك الكيبورد وعمال بتبحث عن الحروف وتتصل بزميلك ده الكيبورد بتاعك ما فيش بقى حرف كذا يقول لك على كده اليمين وازاي قدامك. خلاص فاديني الحركه دي انت بصباعنا كده ندور على الحروف دي كده ودلوقتي انت بتكتب مش واخد بالك. تمام؟ ايه اللي حصل دلوقتي؟ دي مش رايحه لان انت بتكتب بسرعه. تمام؟ تكتب بسرعه دلوقتي لان التايبنج ده عندك ايه؟ سكيل موفمنت. سكيل موفمنت عمال تكلم الناس في البيت وانت عمال تكتب على الفيسبوك وتكتب على الكيبورد دي بقى دلوقتي بالنسبه لك سكيل موفمنت. يعني عايز اكتب كلمه معينه، كلمه معينه مش محتاجه ان انا اقعد افكر بقى اضغط على الزد الاول ولا الام الاول ولا الزد موجوده على اليمين ولا الام على الشمال، كل ده كان في الاول لما كنت بعمل البلان بتاعي واتعلم. دلوقتي اي ام سكيل. اصبحت سكيل موفمنت. كل اللي انت عايزه يو ديسايد تقرر انت عايز تكتب ايه. برنامج الكتابه موجود في الفيزيا الجانجليا وموجود في البري موتور اريا. زي برضه الناس بقى بتوع السله وكل الرياضات بشكل عام هو مش كل مره هيفكر هو مجرد ما ياخد الديسيجن يرمي الكره كده انت هتقطع مسافات وتروح في المكان المحدد ده. لو جيت راكب مسمار في البيت تعال ايه اللي هيحصل؟ هتكسر البيت كله وهتدمر صوابعك ومش هتركبه. لو جبت واحد بقى سكيلز بقى تلاقي الوضع مختلف. دي كلها يا جماعه سكيلز كلها سكيل مهمه. نيجي بقى للبيوت من سيرفر بتبدا النقطه فيها ازاي؟ خلي بالك هنا السيرفر دي هتنفذ لك حركه موجوده عندك بالفعل. يعني انت بتقرر انت عايز ايه بس؟
عايز اعمل الكره وانا لعيب سله في البرنامج جايز خدناه. كان في عندنا منطقه كده اسمها اريا اوف اند سكالز اكزيما هيرز صح؟ واللي كانت جزء من البري موتور كان كنا بنعد الاماكن بتاعت البروموتور كانوا اربع مناطق من ضمنهم ايه يا جماعه؟ اكزينر اري من ضمنهم اكزينر اري. دي عندنا سبلمنتال عندنا سبلمنتال والبريموتور اريال. لما احب ابدا بقى الحركه دي ابدا من هنا ليه؟ من الاكزينر سبلمنتال والبريموتور موجود فيهم اكزينر اري. ثم الى بيوتامين اللي هي اسمها بيوتامين سيرك يبقى لازم اعدي على ايه؟ على البيوتامين. اما الجلوكوس بيستال جلوكوس بالاس بيستال ماسك ده مور اجباري لان لازم اطلع من البيزنس لازم اطلع منين؟ جلوكوس بالاس. وبعد كده لازم رايح للكورتكس لازم اعدي على مين؟ على الثالامس بس كده رايح على طول للبرايمري موتور اريا. ليه؟ ليه برايمري موتور اريا؟ لان انا رايح ايه؟ انفذ الحركه دلوقتي خلاص هي جاهزه. يعني ايه الاربعه دي؟ كورتيكو بالبس فاينل تراك الى العضلات يبقى هننفذ على طول. لان دي عباره عن سكيل مهمه. يبقى يا جماعه لما نتسال عن الكودين وعن الفيتامين ننسى الكلام ده كله ونحفظها بطريقه سهله خالص. انا هتكلم عن كوديت. كوديت يبقى ده بلانين صح؟ بلانين. يبقى لازم هبدا منين؟ الفرنتال اريا. وهي اسمها كوديت يبقى عدى على الكوديت. اما الجلوبس بلدس والسلامس ده مرور اجباري. نرجع تاني لبقيه المناطق المعنيه بالبلانين اللي هي بريموتور اند سبلمنت. لما تيجي تحفظ البيوتامين برضه عشان ما تتلخبطش وعشان تحفظ بسهوله المنطقتين اللي انت انتهيت بيهم في الكوديت تبتدي فيهم بايه؟ في البيوتامين. في الكوديت اخر منطقتين وصلنا لهم ايه؟ بريموتور وسبلمنتال. هو اول منطقتين فين؟ في البيوتامين. هما دول اول منطقتين هنا. يعني انت مذاكر كده رتبهم كوديت الاول وبعد كده بيوتامين. اخر منطقتين في الكوديت هما اول منطقتين في البيوتامين اللي هما سبلمنتال والبريموتور. وبعد كده اسمها بيوتامين يبقى اذا الى البيوتامين الى البيوتامين. بعد كده جلوبس باليتس ايه؟ وسالامس ده مرور اجباري باكا جيت تو برايمري موتورز اريا علشان ينفذ. وظائف البيزا الجنجليا كلها موتور فانكشنز والموتور فانكشنز دي بتبقى ايه؟ سكريشن مع مناطق كبيره في السيلر كورتكس. كمان بتبقى كونكتد مع اللاترال الموتور سيستم والميديال. اللاترال الموتور عن طريق اريا فور تبعت قبضات لاريا فور زي ما احنا شفنا في البيتامين سيركت. وبعد كده فور تبعت عن طريق كورتيكو بالبو سباينال تراك جزء منه طبعا اللي هو لاتر كورتيكو سباينال ده لاتر الموتور. طب والميديا الموتور؟ ها؟ ايه علاقه البيزا الجنجليا بالميديا الموتور؟ طبعا هم كلهم اكسترا رابيدال سيستم. ما هو الاكسترا رابيدال معظمه ميديا الموتور سيستم. احنا قلنا قبل كده ان معظم الميديا الموتور اكسترا رابيدال. معظم اللاتر الموتور رابيدال. فالميديا الموتور ده اللي هو الاكسترا رابيدال تراكس كده. فطبعا زي ما احنا عارفين تطلع من جلوبس باليتس الى البرين ستيم اكسترا رابيدال تراكس. فدايما في اسوشيشن مع اللاترال الموتور والميديا الموتور. اول وظيفه في الفيزا الجنجليا ايه؟ قلتها اول واحده وثاني واحده انا قلتهم اللي هو اول واحده بلانينج اند بروجرامينج موفمنت. This is a function of كوديت سيرفر. هتبتدي النبض ازاي في الكوديت؟ تبتدي من بري فرونتال اريا الى كوديت وبعد كده جلوبس باليتس سالامس بري موتور سبلمنتال. الكوديت بقى بتعمل ايه؟ الكوديت هنا اللي بتمثل الجزء المهم في البيزا الجنجليا. الكوديت هي المسؤوله عن الدم. كوديت بتحط لي الخطه الحركيه بتجهز فيها الموتور بلان. وين تو موف هتحرك امتى؟ وين تو موف خلاص يمين ولا شمال؟ اند وات ماسلز تو يوز يعني هتحرك فين وامتى وازاي؟ طب ازاي الفيزا الجنجليا بتعمل ديزاين لموتور بروجرام؟ تقدر تعمل ديزاين لانها كونكتد بايه؟ بيجي لها سنسور انبوت. بيجي لها معلومات من الفيجوال اريا تعرفني كل حاجه حواليا فين. بيجي لها معلومات من السوماتيك سنسور اريا بروبروسبشن. بيجي لها معلومات من الاديتنج. هي تاخد المعلومات كلها وبعد كده تعمل ديزاين سيوتابل موتور بروجرام. لان هي هتحدد لك هتتحرك امتى وازاي واتجاه ده بناء على معلومات وصلها من الفيجوال و اوديتوري و سوماتيك سنسور اريا. عارفه اوضاع العضلات وعارفه كل حاجه ومتغذيه بالمعلومات الكافيه وبعدها بتجهز لك الموتور بروجرام تحدد لك فيه وانت موف وانت موف اند وات ماسلز. تمام؟ ده لما يكون الحركه انت بتعملها يعني بشكل غير روتيني، يعني حركه انت عايزها دلوقتي وليست حركه مهاريه. تمام؟ بتجي لها الفكره وبعدها تنفذ. تحديد فكره هو ممكن يتخيل كده انا قررت ان انا هسيب الميكروفون وامشي دلوقتي. تمام؟
وده بالنسبه لكم هيبقى خبر مش وحش. الفكره الشيطانيه دي بتيجي ازاي؟ تظهر فين؟ في منطقه معينه في البرين، تحديد فكره معينه جوه المخ اللي هو قرار حركه معين اسمها كوجنيتيف كنترول، انك تحدد فكره معينه جوه المخ بيقول عليها يا جماعه ايه؟ كوجنيتيف كنترول. دي الفكره، فكره تتنقل بقى من مناطق التفكير الامام بريفرونتال اريا الى الفيزيكال الجانبي، تحول الفكره الى مدن بروجرام، هي عباره عن بروجرامر تجهز البرنامج بالاعتماد على نبضات منين او معلومات منين؟ من الفيجوال، معلومات من؟ اوديتري، معلومات من؟ سوماتيك سنسور، تعمل تجهز البروجرام وتبعته، لازم يعدي على مين؟ لوباس باليس، لانه معظم الاوتبوت بيعدي عليه، وبعد كده يعدي على مين؟ على السطح، وبعد كده تبعته عشان يحصل له فيرجر بلاننج في بري موتور وسبلمنتال موتور. ده اول وظيفه. تاني وظيفه لسه قايلها دلوقتي اللي هي ايه؟ execution of patterns of learned movement، اداء الحركات المهاريه. خلاص؟ دي مين اللي بيعملها؟ فيتامين سيرفر. طب بنبدا الفيتامين سيرفر بتبتدي بايه؟ بالتيكر ها؟ اللي هو اخر منطقتين في الكودين اللي هم مين؟ بريموتور اند سبلمنت. بيوتامين يبقى بنعدي على البيوتامين وبعد كده جلوباس باليس ثالاموس اريوكو. خلاص؟ الحركه عندي جاهزه. دي سكيل موفمنت يعني البرنامج جاهز مش هخترعه دلوقتي مش هعمله بلاننج هو موجود عندي من سنين طويله متخزن في البري موتور اريا في الاكزنال اريا وكل اللي عليا ان انا استدعيه فلازم يمشي في المسار ده تمام وبعد كده زي مثلا سكيل موفمنت زي التايبنج زي رايتنج وهكذا احنا قلنا دلوقتي لو انت شفت واحد زي ده كده عارفين ده؟ بيعمل ايه ده؟ بص اللي بتاع الطعميه كده الحركه دي سكيل موفمنت بص كده هو واقف بيصنع الطعميه كده بيرمي وخلاص تمام لو انت جيت تجيب الحاجات دي وراه هتلاقي كلهم نفس السايز نفس الدايمنشن خلاص وهو طبعا بيعمل الاكشن دي بمنتهى السرعه والدقه كده وهو بيبص على الناحيه الثانيه ويكلم ده وده وده حاول انت في البيت تجرب كده وتعمل اثنين شكل بعض احنا عايزين بس اثنين شكل بعض فتعرف دي سكيل موفمنت تعديها وقاعد يتعلم سنين عشان في النهايه هتلاقيها بشكل ايه؟ يقف كده هو يقف كده ويستدعي برنامج الطعام يبدا على خلاص برنامج كده ذيس ار سكيل موفمنت بتتم بشكل رابد اند اكيورس اند سب كونشوس سم تايم سب كونشوس دي اسمها كلها سكيل موفمنت رقم ثلاثه رقم ثلاثه اسرى الادجستمنت ضبط البادي بوستر فهي مسؤوله عن ضبط المصل كول في مصل كول في في البروكسيمال لامبا ديورنج موفمنت اوف ذا ديستال لامبا لو الذاكره بتاعتكم كويسه شويه خدنا الاكشن دي قبل كده مع بري موتور اريا دي كانت من ضمن وظائف البري موتور اريا انها تسبب لي ايه؟ بروكسيمال لامبا اثناء موفمنت اوف ديستال لامبا الوظيفه دي اصلا هي وظيفه الاكسترا بيراميدال سيستم اللي البري موتور والبيزل جانجليا اجزاء منه وعشان كده صح انك تقولها مع البري موتور وصح انك تقولها مع البيزل جانجليا اللي هو تثبيت البروكسيمال لم ديورنج موفمنت اوف ذا ديستال لم انيشيشن اوف اوتوماتيك اند اسوشيتد موفمنتس اللي هي الحركات التلقائيه تمام وتعبيرات الوجه. حد سمع عن الكلام ده قبل كده؟ سمعنا عنه برضه مع البري موتور اللي هو مسؤول عن تعبيرات الوجه والحركات التلقائيه. توني موفمنت حركه الاطراف واحنا ماشيين كده تمام؟ دي كلها اسمها حركات تلقائيه بتتم دايما بشكل اوتوماتيك اند سب كونشس. برضه دي اكشنز للاكسترا بيراميدال سيستم وبما ان الفيزيا الجنجليا والبري موتور اجزاء منه فانت ممكن تقولها مع ده او تقولها مع ده فهم كلهم بيكملوا بعض في الوظائف دي. طلع كده الوظيفه رقم 3 و4 هي وظائف مقرره انها مع البري موتور اريا. سوينج موفمنت حركه الاطراف والفيشيال اكسبريشن. تاثيرها على المصل كول كنا خدنا السوبرا سباينال كنترول بتاع الاسترتش ريفلكس. كان عندنا سوبرا سباينال فاسيليتاتور ارياز سوبرا سباينال انهبيتور هي كانت من ضمن مين فيهم؟ سوبرا سباينال ايه؟ فاسيليتاتور ولا انهبيتور؟ سوبرا سباينال انهبيتور ارياز كانت من ضمن الانهبيتور ارياز بس لازم تعرف معلومه مهمه وهي كوديت لوحدها
اكزيتاتي لينتو فورم لوحدها انهبيتي. يعني ده اكزيتاتي وده انهبيتي، بس في النهايه الفاينل اوت بوت ايه؟ انهبيتي. يعني اللينتو فورم اقوى، بس لازم اعرف ده علشان ايه؟ ها؟ ليجنز. الليجنز ممكن يحصل ديزيز في الكوديت. اتوقع ان المصل تكون تقل، صح؟ ولا ايه؟ مش الكوديت بتزود المصل تون؟ فلو في عندك مشكله في الفيزا الجنجليه وفيها ليجن في الكوديت فالتون ايه؟ تقل. لا عنده دايما اللي عندهم ليجن في الكوديت عندهم هايبوكوني. على عكس اللي عندهم ليجن في اللينت فورم نيوكليس. يبقى عندهم ايه؟ هايبرتوني. يبقى عندهم هايبرتوني. ليه؟ لانها انهبت المصل تون. فلما يحصل فيها دامج هيبقى فيه هايبرتوني. تخيل طبعا التوازن ده كوديت بتزود المصل تون فلما يحصل فيها ليجن المصل تون تقل. بعد كده ليه الفورم انهبت المصل تون فلما يحصل فيها ليجن المصل تون تزيد. ديسوردر في الفيزا الجنجلية. نيجي بقى للديزيز عالم الامراض. وزي ما قلت لكم قبل كده انتوا بتاخدوا حاجات في الاكاديمي في الثلاث سنين دول مش هتعوض بعد كده حتى وان كان انت لو هتدرس المرض ده وهتقرا عنه بس في افكار مهمه قوي مش هتسمع عنها بعد كده بشكل منظم. فدايما معلوماتنا اللي نتعلمها نتعلمها عشان الامتحان ويبقى في دماغنا مش هننساها. نرجع بعد كده اي معلومات جديده نضيفها المعلومات ديت وننسق المعلومات ونطورها كل فتره. في عندنا اربع امراض لهم علاقه بالفيزا الجنجليا. باركنسون ديزيز، شلل الرعاش، كوريا. بيقول عليها كوريا او كوريا مشهور دايما ده دايما يعني مصدرها دايما كوريا وان كان هي النطق الاشهر بتاعها كوريا. اسيتوزس باليزمس. خلاص باليزمس او هيبي باليزمس. هنمر على كل واحد من دول اشهرهم طبعا باركنسون. ركز بقى يا جماعه في الباركنسون مشهور جدا وكل سنه بيجي سؤال في الفيزا الجنجليا ممكن يجيبوا لي في جزء الليتات او في الديسوردر مشهور قوي خاصه واحد من ذا موست كومن ديجنريتيف ديزيز اوف ذا برين. ديجنريشن معناها الموت التدريجي للخلايا. حتى ديجنريتيف ديزيز قبل كده اللي هو مين مشهور قوي اللي هو تيبس دورزاليس بس اللي اصغر منه سيرينجوهيليا لان تيبس انفكشوس بسبب السيفلس. يعني دايما الديجنريشن تبقى امراض كده ملهاش سبب معين خلايا تتدهور تتدهور وتنتهي ده اللي هو ديجنريتيف ديزيز. سببه ايه؟ سببه ايه الديزيز ده؟ نرجع بسرعه كده اللي احنا خدناه شويه. ايه هو الباسوي ده؟ ايه هو الباسوي اللي بيعمل لي مشكله في الباركنسون؟ الناس دي مثلا عندهم دامج ايه يا جماعه؟ نيجرو سترايتال باسوي. معظم الاسباب بتبقى ايديوباثيك. يعني ايه ايديوباثيك؟ يعني غير معلوم السبب. ايديوباثيك غير معلوم السبب بمعنى بيلاحظوا ان الحاله العصبيه بتتدهور وبعد كده تموت. السبب ايه؟ تبقى نظريات. في بعض الاسباب ممكن تبقى معروفه زي بعض الناس مثلا عندهم انكيفالايتس عدوى فيروسيه في المخ او بعض الناس بيتعرضوا لريبيت تروما صدمات قويه جدا على الراس لفترات طويله كان مشهور قوي محمد علي كليك خلاص اللي هو الملاكم الشهير تمام كان برضه عنده باركنسونيز من اشهر الناس اللي عملوا تاريخ اللي كان عندهم الشلل الرعاش. المهم في الباركنسونيز ايه الخلل فين؟ خلل في الباركنسونيز تيجي سؤال خلل في الباركنسونيز فين؟ دامج اخ نيجرو سترايتال البصري ده يؤدي الى ديكريز دوبامين انسايد ذا سترايتال ده يؤدي الى اوفر بالانس اوف ها اوفر بالانس دي على ايه؟ اوفر بالانس للاكزيتات للترانسميتر على الانهبيتري ترانسميتر كده الدوبامين يقل ده يؤدي الى موتور ديسكورسز اضطرابات حركيه عنيفه جدا وهنشوف دلوقتي صور كثيره للكلام ده. يبقى اذا سبب باركنسونيز هو ديكريز ان ذا دوبامين انسايد كورباس ستريتم يو تو ديستراكشن اور ديجنريشن اوف نيكرو ستريتم باسكت ده يؤدي الى اوفر بالانس اوف اكزيتات الترانسميتر اوفر انهبيتر ترانسميتر خلاص ده يؤدي على طول الى اضطرابات حركيه عنيفه جدا وهي تميز الباركنسونيز وهي ثلاث علامات في الباركنسونيز. تريمورز تريمور يعني ايه يا جماعه؟ رعشه. ريجيديتي تسلط. ايكاينيزيا بطء الحركه. تريمورز ريجيديتي ايكاينيزيا. تريمورز ريجيديتي ايكاينيزيا. نبدا نتكلم عن الرعشه واللي هي اشهر حاجه. حتى هنقول عليه شلل الرعاش. هنشوف دلوقتي حالات كثيره للناس اللي عندهم شلل الرعاش بس ناخد الفكره الاول. دايما الشلل الرعاش بيبقى في عندنا alternating contraction الرعشه يا جماعه وصف الرعشه alternating contraction
خلاص رسم الالترناتيف كونتراكشن ان انتاجونستك مصر، يعني مثلا نيجي بالهاند فليكسورز اكستنسورز خلاص على طول كده بشكل متكرر رسم على طول على طول على طول خلاص، او يحصل عنده ابدكشن ابدكشن او الهاند فليكشن اكستنسورز. في الحالات البسيطه يشمل اطراف الجسم بس، في الحالات الصعبه يشمل مركز الجسم، الحالات العنيفه يشمل الجسم كله. دي اسمها تريمورز اللي هي الرعشه المميزه جدا للباركنسونز. ايه سماتها؟ بتدي العيان المنظر ده له اسم شهير بيل رولينج ابيرنس، بيل رولينج ابيرنس تمام؟ اللي هو الحركه لما تبص على العيان من بعيد لان الحركه دي سميت كده سموها بيل رولينج ابيرنس. دايما الرعشه ستاتيك ده مهم جدا في الرعشه، اللي انت هتشوف بعد كده في الكلينيكال امراض كتيره جدا معاها رعشه، مجرد واحد بس عنده لحمه شفه وقاعد كده. مالك يا ابني عندك شارع عاش؟ لا انا بس مستنى دوري في اللجنه. يطلع من اللجنه زي الفل عادة. ايه رقم تعالى كده خدت الدرجه النهائيه تمام؟ بعضكم دايما كده يكبر الموضوع قوي عشان نص درجه ربع درجه تمام؟ في ناس بتبقى كائنات غريبه كده. ليه بعد الامتحان بتاعي يقول لك انا ضيعت نمره من ال 50 نمره؟ ما عرفتش نافع عنك في واحد طالع قال انا اخدت واحد من 50 في امتحان السنه اللي فاتت. ليه نفسه عاملين لك كوبلين وبعد النتيجه بتبقى عايز تقتله؟ طيب نيجي بعد كده ستاتيك. ستاتيك يعني ايه يا جماعه؟ بص كده ستاتيك تريمور يعني الرعشه شغاله بس اول ما يعمل حركه اراديه الرعشه تختفي، اول ما يعمل حركه اراديه تختفي. ده مهم جدا علشان نفرق الحاله دي من الرعشة بتاعة السيرفيلوم. هناخد في المرات الجاية فيما بعد يعني رعشة تانية مع السيرفيلوم. السيرفيلوم الرعشة بتبقى وهو قاعد نون ريمورس. أول ما يعمل أي حركة تبدأ الرعشة تشتغل. تاني نسميها كاينتيك ريمورس. أما دي إيه؟ ستاتيك وهي شغالة وهو قاعد. لما يجي يعمل حركة الرياضية تقل. تمام؟ دايما تزيد أثناء التوتر وتقل برضه أثناء النوم. دي سمات الرعشه بتاعت الباركنسونيزم. نرجع تاني ريزم كونتراكشن فور التنيتنج ماسل تديله بيل رولينج ابيرنس ستاتيك اند ديسابير اور ديكريز ويز بلانتر موفمنت. بعد كده بتزيد مع التوتر العصبي وكمان تقل ديورنج العينين اللي احنا بنشوفهم دول طبعا قبل ما يتصوروا بيبقى مستاذنينهم، مش انا مستاذنهم يعني بنشر الفيديوهات هو اللي مستاذنهم، وبنشوفهم مش عشان احنا نضحك او نتريق او الكلام ده، فاحنا ناس ممكن تبقى افضل مننا، ولكن عشان نتعلم علشان بعد كده ابقى ماشي في الشارع ماشي كده عمال افكر برضه في الناس. ازيك يا حاج؟ في السلام. تعالى سيب عدى عليك في المستشفى سيب عندك شويه حاجات كده. خلاص انا بتبرمج جاهز. في دكتور يقعد يطلب من العيان تحاليل واشعاعات وبعد كده اشعاعات عشان يتاكد والكلام ده، وبعد كده ما يوصلش للتشخيص كمان. وفي دكتور بيبقى ماشي كده في الاتوبيس او في التاكسي بص كده يشخص وهو ماشي قدرات مش عارف التشخيص كويس ولا تمام. طبعا دي الرعشه بتاعت الباركنسونيزم. طبعا هي موجوده عند الشخص ده الحكي ده يعني حاجه بسيطه يعني عند العيان ده طبعا اقوى تمام. طبعا هنا عند الشخص ده طبعا شوف هنا يا جماعه الجسم كله تقريبا تلاحظ هنا برضه عنده الهاند ده اللي هو الفيل رولينج ابيرنس اللي احنا شايفينه ده فيل رولينج، وعنده هنا النيل جوينت كمان وعنده الايدج جوينت، ولو بصيت على وشه هتلاقي اللور جو كمان فيها اساس، فهي تبقى اخده معظم الجسم تمام. بس بقرب عشان اشوفه انا مش شايف انا بقرب عشان اشوفه ده عيان تاني اهو برضه العيان تاني كويس. قول يا جماعه دي الرعشه بتاعت الباركنسونيزم مميزه جدا. انت مجرد حاجات بسيطه ممكن توصل على الناس وتصنفهم ده باركنسونيزم ده وهي كده. ريجيدي معناها زياده المصل طول في الفلكسور والاكستنسور. احنا خدنا قبل كده سباستيسيتي صح؟ مع الابر موتور نيرون كلاس 9 سباستيسيتي خلاص؟ دي يا جماعه اسمها ريجيديتي. تفرق ايه ريجيديتي عن سباستيسيتي؟ الريجيديتي عندك المصل تكون زايده في الفلكسورز والاكستنسورز. ان ذا فلكسورز اند ان ذا اكستنسورز. تمام؟ زايده في الفلكسور ات ذا سيم تايم الاثنين.
يعني العضله والعضله الايه المضاده. عشان كده لما بنيجي نبني ايد الشخص، فاكر انت لما كنت تيجي تبني ايد الشخص الابر موتور نيرون ليجن، فاكر الكلاس بنايف، تيجي تبني كده يقاوم وبعد كده يسيب مره واحده، صح؟ الكلاس بنايف بتفكر. اما هنا الوضع مختلف، العامل هناك كان عنده زياده في المصل بتكون في الاكستنسورز بس، تمام؟ وكان كلاسور عاديه، كان تيجي الكلاس بنايف. اما هنا عنده زياده في المصل بتكون في الاكستنسورز والايه؟ والفلاكس. فتلاقي ايده دايما تديك مقاومه على طول الحركه، وانت بتبني كده من اول حركه حتى ايه؟ نهايتها. ده الاحساس بتاعنا لما نيجي بالظبط كده نبني، لو انت بتبني سيخ حديد او انبوبه رصاص. ليه بقى يا جماعه اللي هي المواسير بتاعه الميه القديمه؟ في مواسير طبعا موجوده بقى بلاستيك والكلام ده، في مواسير كانت تبقى ايه؟ من الرصاص. يعني هو نفس الاحساس لما كنت بدي سيخ حديد زي ما قلنا، بتبني سيخ، هل سيخ الحديد ده هيتكسر؟ اللي مقاوم معاك عادي خالص 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 لغايه اخر حركه. لما اجي ادي ايدي العيانه الاقيها برضه تكون مقاومه لغايه اخر الحركه. ها؟ نشبهها بيه يا جماعه، سموها ليد باي. ليد باي. طبعا دي مصطلحات بيستخدمها الدكاتره لتسهيل التعبير والتواصل والكلام ده. ممكن الرجيل تبقى كوك ويل. كوك ويل يعني ايه؟ وانت بتدي ايد العيانه ده ايده مقطع كده. تفكرك بايه؟ تروس، ترس. كوك ويل. ايه اللي مخليها كوك ويل بعد ما كانت ليد باي؟ لما يبقى عنده تريمرز، لما يبقى العيان عنده تريمرز، تريمرز وانت بتدي ايده واقف بتاع رعشه تلاقي ايه؟ يديك الاحساس كانك بتحرك ترس. تمام؟ بيقول عليها يا جماعه ايه؟ كوك ويل تراجيدي. يعني مع الباركنسونيز ممكن لو الرعشه ضعيفه، تريمرز ضعيفه، فيبقى ليد باي. لو الرعشه زايده يبقى معايا ايه؟ كوك ويل تراجيدي. وفي الحالتين المصري بتكون زيك. زي ده في الفليكسورز والاكستنسورز. وعشان كده اديت العيان فليكس ده العيان، العيان يا جماعه دايما محمل قدام بتاع الباركنسونيز في الحالات الصعبه، محمل قدام، سموها غوريلا لايف. غوريلا لايف يعني شبه الغوريلا، تمام؟ دايما تلاقي العيان محمل قدام كده سماها غوريلا لايف اتيتيود. طيب نبص برضو على على طيب نيجي لايتم رقم ثلاثة ونشوف بقى الفيديو الثاني مع الاثنين مع بعض. رقم ثلاثة احنا قلنا عندنا ثلاث عناصر اللي هم ايه؟ تريمورز ريجيدي، صح؟ بعد كده اي كاينيزيا اند بي كاينيزيا. اي كاينيزيا يعني حركة. اي كاينيزيا معناها ان الشخص ده عنده ديفيكالتي ان انيشيشن اوف موفمنت. يعني عشان يبدا الحركة بيغيب. يغيب نقول عليها ايه؟ اي كاينيزيا. وهو بيأدي الحركة يبقى الأداء ضعيف جدا أو بطيء جدا، نقول عليها ايه؟ براد كاينيزيا. يبقى difficulty في الانيشيشن، ها نقول عليها ايه؟ اي كاينيزيا. سلوينج في البرفورمانس نقول عليها ايه؟ برادي كاينيزيا. يبقى في اي كاينيزيا وبرادي كاينيزيا، تمام؟ طيب تم ينعكس بقى على الشخص على ايه؟ ينعكس على المشي. المشي بتاعت العيال مميزه جدا في الباركنسونيز، سموها يا جماعه شفلنج جي. يعني العيال ماشي بيتزحف كده على الارض. ليه؟ لان هو عشان ارفع رجلي انا محتاج اعمل انيشيشن، صح؟ واحركها. لازم الشخص اللي عنده الحركه عنده سلسه لان عنده الفيزا الجنجليه سليمه. لكن الشخص ده عنده مشكله في البرامج، البرامج دايما عنده تبدا متاخر وتؤدى بشكل ضعيف. تلاقي رجله ماشي يتزحف على الارض كده وبيحافظ على التوازن بتاعه والصعوبه. يسموا المشيه بتاعته يا جماعه شفلنج جيت. شفلنج يعني ماشي بيتزحف، جيت يعني ماشيه، جيت يعني ماشيه. ينعكس كمان على تعبيرات الوجه. تعبيرات الوجه دي حاجه يعني زياده، صح؟ اللي هي فيشال اكسبريشنز اللي بتعملها الفيزا الجنجلي. الشخص ده يعني عنده كام برنامج خلوهم الحاجات المهمه. تلاقي تعبيراته عنده ديت مفيش. يعني هو نفس المنظر، نفس الشكل. تقول له انت كسبت مليون جنيه زي خسرت مليون جنيه، هو نفس المنظر. بيسموه يا جماعه ماسك فيس. وش بلاستيك يعني ما بيتغيرش. لا تعبيرات الفيزا الجنجلي مش شكل. الكلام بتاعه كمان يبقى على وتيره واحده نقول عليه مونوتونس. مونوتونس يعني ايه؟ على وتيره واحده، مونوتونس سبيكشن، مونوتونس سبيكشن. يبقى كده العيان يبقى عنده اي كاينيزيا اند براد كاينيزيا. اي كاينيزيا معناها ديفيكالتي انيشيشن اوف موفمنت، وبراد كاينيزيا معناها ايه؟ سلوينج في البرفورمانس. طيب ده ينعكس على ثلاث حاجات، على الجيت تبقى
شافلين خلاص، وعلى السكتش هيبقى مونوتونس، وعلى السكتش هيبقى مصري. هي مش البسه كانت دي كبيره شويتين الناس تخاف من بره. دي طبعا حاله عندها هي برضه باركنسونيزم، بس الرحم طبعا هنا عنيفه جدا، اقوى من الايه؟ اقوى من اللي احنا كل الجسم اللي بتمثل ولا حاجه، بس هي الرحم بتزيد وبتقل خاصه مع التوتر هنا، وترجع تقل اثناء الراحه او اثناء البلد اوت. يعني انت لو تلاقي تاني في حركه تبتدي يمشي او كده تلاقي الحركه تبدا تمشي. طبعا لما تيجي تمشي هتبقى المشي بتاعتها ايه؟ شفلنج. شفلنج ايه؟ شفلنج ايه؟ تمام؟ شوف هنا يعني عايز تقف تغيب صح؟ يبقى ده اسمه ايه؟ ايكاينيزيا صح؟ وتمشي ببطء يبقى ده اسمه برادي كاينيزيا. لو حد تسرع هيبقى في مشاكل. شايفين رجليها بقى كده على الارض؟ ما بتقدرش ترفع زي الشخص العادي. الماشي بيقول عليها ايه؟ شفلنج ايه؟ شفلنج ايه؟ شفلنج ايه؟ رجليها ما تطلعش قوي عن الارض. تمام؟ يكاد يكون مسافات صغيره جدا، بيقول عليها شفلنج ايه؟ شفلنج. لو حد اتسرع عن كده يبقى مش متحكم، هو العين هو مضطر ان هو يمشي بسرعة دي اصلا شفلنج. تمام؟ نيجي بعد كده كوريا. انا حد عنده اسئله في الباركنسونات؟ ناخد فكره بس عن العلاج عشان اعالج عيان عنده باركنسونات محتاج ايه؟ محتاج ارجع التوازن تاني للبيتا جنجيري صح؟ فبنديله ايه دوبا؟ الايه دوبا ده هو البيتا جنجيري اتحول الى دوبا دوبا خلاص؟ او اديله دواء عملي عن كده، يعني فكره عمليه لعلاج البيتا جنجيري ديسكوردرز، ان انا مش انا عندي عدم توازن ما بين الدوبامين والاسيتايلكولين، فيا اما ادي دواء يزود الدوبامين يا اما ادي دواء ضد الاسيتايلكولين اسمه باركينول. دواء اسمه باركينول. باركينول ده عباره عن انتي كولينرجيك دراج اللي هو ضد مين؟ الاسيتايلكولين. يبقى اذا يا اما ادي دواء يزود الدوبامين يا اما ادي دواء ضد مين؟ الاسيتايلكولين. او نزرع طبعا ده بالنسبه للستيم سيل، نزرع خلايا بتفرز الدوبامين جوه البيتا جنجيري، ولكن ده لسه يعني اندر ده اندر نزرع خلايا تفرز دوبامين جوه الاسترايت. تمام؟ This is still under. فالعيان عشان تفتح الفريق بتاعه وتزرع خلايا جوه البيتا جنجيري بس الله يرحمه. تمام؟ انا هفتح واقطع وازرع شيء، انا بقطع في الفريق. تمام؟ ولكن يعني هم بيحاولوا يطوروا التكنيك دلوقتي علشان نشوفهم بطرق. كوريا كلمة كوريا في اللغة أو كوريا معناها دانسنج رقص يعني. دي بيكون سببها ليجن في الكوديل. عندنا نوعين من الكوريا. نوع اسمه هانتنجتون كوريا واللي بتحصل مع السن الكبير. ودي يعني نادرا جدا لما نشوفها في مصر. دي فيري باد بروجنوز، لان دايما لما تيجي الهامبتنج الكونكوريه دي بيبقى العيان دايما اولد ايج، فمفيش عنده فرصه يتحسن، معاها ديمنشيا، تدهور القدرات العقليه بشكل عام، ادي هاز فيري باد بروجنوز. تمام؟ دي اسمها هامبتنج الكونكوريه، هي عباره عن نورمال دانسنج وقت. هنشوفها دلوقتي بتبقى على العيان شكلها ازاي. في عندنا النوع اللي منتشر جدا وهتشوفوه بالتاكيد وهتمتحنوا عليه كمان في الاطفال اسمه سايد هام كوريه. دي موجوده في الاطفال منتشره جدا في مصر، لانها بتبقى من ضمن نتائج الروماتيك فيفر اللي هو الحمى الروماتيزميه. خلاص الروماتيك فيفر اللي هو الحمى الروماتيزميه مشهوره جدا في مصر وموجوده، ودي بتبقى اوتبوت بروجنوز. ليه؟ لانها بتبقى عند الاطفال وهم صغيرين، كل ما يكبر في السن تبدا تبتدي. يبقى في عندنا سايد هام كوريا، وعندنا ايه؟
هانتنج، هانتنج دي بتاع سن كبير قد انهاز برج القدس. ما بتحسنش. سايرنهام بتاع الاطفال الصغيرة عندهم حمر ومتزايد متنوعة من الجسم حسب السيفيريتي. تاخد الابر لينك زي ما قلنا او اللور لينك او تاخد الهيد او تاخد الليك حتى. فبتبقى حركة مميزة جدا وانت لما تبص على المنظر ده هتبقى ماشي في الشارع تقول ده عنده كويس. وده عنده مركز نازل. من النهارده عادي خالص. اه مشي نفسك بس لغاية ما تخلص. ده العيال اللي عنده كويس. ده اللي عنده كوريا، هو مش بيمثل ولا بيلعب ولا حاجه، هو كده. دي يا جماعه هي فكرت كده، ده واحد عنده كوريا. تمام؟ هو ما بيقدرش الجسم يستقر ابدا لما يبقى عنده، ودي ممكن تقعد عند بعض الناس. انا شفت حالات اعرف من كده بكتير، كتير جدا. يعني ده بالنسبه له يعتبر حاله تعالج خالص. تمام؟ كل حركات احنا شايفينها دي عباره عن كوريا. دي برضه عندها كوريا. دي تاني برضه منظر كوريا، حركات ابر ليد بتتحرك، الهيد بتتحرك، الرجلين بتتحرك بشكل زي ما قلنا دانسينج لايف. زي ما قلنا ممكن يبقى اكتر من كده. ده بقى ده اي نوع، ده سايدنج هام ولا هانتنج هام؟ هانتنج. ده هانتنج من كوريا. ده جاي له سيري كبير يبقى هانتنج، اند ات هاز ا باد بوست. طيب نرجع خلصنا كده كوريا. بعد كده عندنا اسيتوزيس. اسيتوزيس كلمتين هي عباره عن تويستنج موفمنتس، حركه ايه؟ كل يا جماعه كل اللي بتقدر بتاعت الدنيا الجنبيه كلها موتور. هي عباره عن تويستنج موفمنتس يعني حركه ايه؟ انسنائيه بيسموها سنيك لايف، يعني حركه ثعبانيه. تمام؟ دايما بتاخد الاطراف ولكن ممكن في بعض الاحيان تاخد ترنك. سببها ليجن في الجلوبس بالانس كانت كوريا. سببها ليجن فين؟ كوريا كوديت. تمام؟ بارتنسيزم كانت المشكله فين؟ في الاسترايد او في الكتل الفصلي. اما هنا في الاسيتوزس الليجن في الجلوبس بالانس. ده مرض هتاخدوه بعد كده، هتاخدوه بعد كده في البطنه، فرع اسمه هيباتولوجي طب الكبد. الهيباتولوجيا تاخده مرض اسمه ويلسون ديزيز، ده من الامراض اللي موجوده يعني منتشر الى حد ما. ده بيترصد فيه الكفر النحاس في مكانين في الاسنان. يترصد في الكبد ويعمل عند الشخص ليفر سيلتري. ويترصد جوه الجلوبس بالانس ويعمل عنده اسيدوز. يبقى اذا ده مرض اسمه ويلسون ديزيز بيترصد فيه الكفر في الليفر واللينت فورم اليوكس، حتى بيسموه تيباتو لنتيكولار ديزيز. ليه لنتيكولار؟ تيباتو يعني كبد، طب ولنتيكولار ليه؟ بالنسبه لليه؟ لينت فورم اسمه هيباتو لنتيكولار. تيباتو بالنسبه الى لينت فورم اليوكس. لينت فورم هنا اللي هي جزء منها اللي هو الجوبس. تمام؟ فلما يترص بالكفر يبدا بقى يعمل دامج للجلوبس بالدس ويعمل عند الشخص تويستنج سنيك لايك موفمنت اللي هي الحركه الانسانيه. الجلوبس بالدس طبعا كانت بتنهبت المصل تون صح؟ فلما يحصل فيها دامج المصل تون تيزي. ده عيان عنده الحركه اللي بتتكلم عنها. بص على ايده كده. الحركات يا جماعه دي اراديه، يعني هو نفسه مش عارف يتحكم فيها، حتى ياخد هنا الهاند وايه؟ والليد برضه. والحركات دي مع الوقت بتعمل تشوه في الاطراف، يعني ايه بيت بعد كده ممكن يحصل فيها تشوه. شايف الحركه دي؟ هو ما يقدرش يتحكم فيها ومش ممثلها ولا حاجه، تبدا تشتغل لوحدها كده بسبب السبورتر في الجزء الجنبي. تمام؟ وزي ما قلنا بتكرار الحركات دي بعد فتره بتعمل عند الناس دول تشوه. سبب المشكله دي دامج اوف جلوبس بالانس. نفهم من هنا اهميه الجلوبس بالانس. سببها ويلسون ديزيز. تمام؟ طبعا الحركه زي ما قلنا بتبقى موجوده في الاطراف كلها، هي بتبقى واقعه في الابر لمبه عند اللور لمبه.
تمام؟ شايف انت ايدي كده نفس الحركات ما زالت برضه حركات انتمائيه لا اراديه. هتاخدوا في الكلينيكال بعد كده انواع كمان من الحركه، ولكن انواع اللي احنا دي انواع الاساسيه. نيجي لاخر حاجه هيبيباليزمس. هيبيباليزمس او باليزمس يعني هما الاثنين يعني تقريبا نفس السلوكيات في امتحان باليزمس او هيبيباليزمس يا جماعه اتعامل معاهم على نفس الايه الطريقه تمام؟ هو سببه فاسكولار ريجن في السبطلمس. فاسكولار ريجن ان ذا سبطلمس. طبعا ما ننساش بقى الاربع حاجات ها؟ باركنسونيز ريجن فين؟ الاسترياتم نتيجه نقص الدوبامين. كوريا كوريا ليجن في الكوريا. اسيدوزس ها؟ ليجن في جلوبس باليدس. هيبيباليزمس سبطلمس. فاسكولار يعني فاسكولار ثرومبوزس يعني الارتري حصل له ثرومبوزس او دامج وقتي. ايه سماتها؟ الهيبيباليزمس بيحصل عند الشخص صدم إن بالأمر المطلوب حركة مفاجأة عنيفة لا إرادية كده قاعد عند الدكتور عصام كده وفجأة كده واحد فجأة وكات بوكس كده ليه يعني؟ معلش تعالى بس عايز تجيب لي بالي كده بعد كده تقول صار ده خلاص حركة عنيفة تشمل كم كبير من العضلات بشكل مفاجئ. انت وحضرتك بقى تريبي وماشي ليه وماشي ورا الكلام ده اللي هو هيبيباليزمس سادن ان بلاد فايل كونتراكشن ان ا لارج جروب اوف دايما مع هايبر تون دايما مع هايبر تون. كده خلصنا الجزء ده، حد عنده اسئله؟ طيب احنا كده خلصنا الجزء النظري بتاع من الاول. لو حد عنده اسئله او استفسارات انا موجود في بعض الايام في الديسك.